كما أكد الرئيس الموريتاني أن مصر تحتل مكانة خاصة لدى الموريتانيين لدورها التاريخي البارز في مختلف القضايا الكبرى للأمتين العربية والإسلامية. وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن لقاءه مع الرئيس السيسي شهد تناول كل ما يتعلق بالقضايا العربية والإفريقية. نعرف جميعا ما تمثله في وجداننا جميعا، في وجداننا كعرب وفي وجدان الموريتانيين بصفة خاصة لمصر، مكانتها في وجداننا، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى الدور التاريخي الذي لمصر وللدور البارز الذي تلعبه مصر وما فتئت تلعبه وما زالت تلعبه، ونتمنى أن تبقى دائما تلعب في القضايا الكبرى لأمتنا العربية ولأمتنا الإسلامية. ليس عندي ما سأضيفه كثيرا على ما تطرق إليه أخي فخامة الرئيس، أعطينا الوقت الكافي فخامة الرئيس وأنا للتعاطي في كل ما يهمنا في القضايا المطروحة في منطقتنا العربية وفي منطقتنا الإفريقية.